رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل اليوم الأربعاء 17 مايو 2023 بقصر قرطاج كل من سماحة الشيخ هشام بن محمود مفتي الجمهورية التونسية، والسيد حايم بيتان كبير أحبار اليهود بتونس، والسيد إيلاريو أنتونيازي كبير ساقفة الكنيسة الكاثوليكية بتونس. لقاء مهم وذكي جدا. علاش؟ على خاطر بعد اللي صار في عملية جربة، وبعد توجيه اتهامات لتونس في علاقة بالسامية وغير ذلك، نقاو رئيس الجمهورية يحب يوجه رسائل إلى العالم أجمع بأن تونس لا تكن عداوة لأي طرف، وأن رئيس الجمهورية جامع لكل التونسيين. وهذه رسالة ورد على كل الاتهامات اللي وجهت إلى تونس. في قضية أخرى، نقابة أمنية تقاضي إلياس الغربي وهيثم المكي. أعلنت الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي اليوم إنها تقدمت بقضية ضد الإعلاميين بإذاعة موزايك إلياس الغربي وهيثم المكي والممثل القانوني. ونشر النقاب الأمني معز الدبابي موضوع الشكاية المتمثل في الثلب وهتك العرض وترويج إشاعات مسيئة لشرف ومهنة قوة الأمن الداخلي. وكتب معز الدبابي الأمين العام لنقابة قوة الأمن الداخلي على صفحته الرسمية إن الشكاية تأتي على خلفية نعت الأمنيين بين ظفرين، وسامحوني في اللفظ، بالكلوشرات والمارقين على القانون. نسكر الظفرين. في مداخلة للنقابي الأمني على إيافام، قال بأنه هيثم المكي قال مستحيل نقول كل أمني هو مجرم أو دخل بواسطة أنا إنسان بعقلي. يقول التعليق جاء كرد على حادثة جربة وتورط أمني في قتل 3 أمنيين وزوز مدنيين، وعلى ضرورة مراجعة معايير الانتدابات وضرورة القيام. أو هذا رد، سامحوني، هذا رد هيثم المكي. هيثم المكي دخل اليوم في إيافام، قال مستحيل نقول أنه كل أمني هو مجرم وإلا دخل بواسطة أنا إنسان بعقلي. و يقول التعليق جاء على خلفية اللي صاير في جربة، وقال دعاوا لمراجعة معايير الانتدابات وضرورة القيام بامتحانات نفسية للمترشحين. وزاد قال باش يتعرفوا على ملامح شخصيتهم وأسباب اختيارهم للعمل في السلك الأمني، وهل هذه الأسباب نابعة من دوافع نبيلة كالدفاع عن الوطن والتصدي للجريمة أو لأسباب مرضية متعلقة بالرغبة في ممارسة العنف أو التسلط على الغير. ويقول هيثم المكي هناك عديد الشخصيات العنيفة والمهزوزة اللي ترى في العمل كأمني طريقة لتحقيق رغبة ذاتية وشخصية في ممارسة العنف حسب معناها تعبيره. كان النقاب الأمني نشر معناها هكا كابتور متاع الشكاية المتهم بهم هيثم المكي ولويس الغربي، صحفيين بإذاعة موزايك بتونس والممثل القانوني للإذاعة وكل من سيكشف عنه البحث المعروض على جانب السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس. الموضوع الشكاية جزائية من أجل الثلب وهتك العرض وترويج إشاعة والإشاعات كما قلت لكم للمس من مهنة وشرف قوة الأمن الداخلي وإلى غير ذلك. وهذا تم في برنامج ميدي شو بتاريخ 15 مايو 2023 حسب نص الشكاية. في مواضيعنا الأخرى، نتحدث اليوم عن آخر الأخبار بخصوص الجامعة العامة للتعليم الثانوي. اليوم إقبال العزابي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، سامحوني، قال في تصريحاته الميدي شو زادة بأنه بيان وزارة التربية هو تهديد بالأساس وتضمن مغالطات، الغاية منها المغالطات حسب تعبيره هو تأليب الرأي العام. وقال يفهم من بيان الوزارة أن النقابة هي المسؤولة على تعطيل المفاوضات
وأن الوزارة قدمت كل الحلول ومتفهمة لكل المطالب. وقال بأن ثلث المعلمين فقط قاطعوا دروس منذ انطلاق السنة الدراسية في سبتمبر اللي فات، ويقول لو كانت النقابة دون حكمة لدعت كل القطاع للمقاطعة، لكنها تضع مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار. تحب نذكر في ملف المعلمين بأنه اعتبروا معناه تهديدات وزارة، اعتبرت بيان وزارة التربية تهديد، وأيضا تعليم ثانوي قدوة الجامعة العامة للتعليم الثانوي باش تعقد الهيئة الإدارية متاحة باش تقيم الوضع وتقيم بين وزارة التربية، ويعني تقرر شنو اللي باش يصير تصعيد ولا شنو بالضبط القرارات متاحة. في موضوع آخر اليوم نحكيه على وزيرة المالية سهم بوغديلي نمصية، أشرفت بمقر الوزارة على موكب إمضاء اتفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة الصعبة لدى 12 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار. قالت وزيرة المالية بأن هذه الاتفاقية تندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتموين ميزانية الدولة المبرمجة ضمن قانون المالية لسنة 2023، وأشارت إلى أن هذا القرض يعد شكل من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة. وثمنت الوزيرة ما أبدته البنوك التونسية من تفاعل إيجابي في التفاوض حول إبرام الاتفاق المتعلق بهذا القرض، وبينت الدور المحوري اللي يضطلع به القطاع العام والمصرفي في معاضدة مجهود الدولة للمحافظة على التوازنات المالية ودعم نسق الحركة الاقتصادية. وقالت وزيرة المالية وحكيت بتبيع على الجهود اللي تبذلها الدولة من جهة أخرى في هالظرف الراهن لتحسين التشريعات الجاري بها العمل في القطاع المصرفي، وبينت أنه مشروع مجلة الصرف الجديدة اللي تشتغل يعني عليها باش تكون إيجابية وباش تكون عندها نتائج إيجابية جدا. به يجي هذا الحقيقة خلينا نحكيه على اللي صاير في مجلس نواب الشعب، بأنه لازم يكملوا اللي صاير معناها العمل الترتيبي متاحهم على مستوى الكتل والليجين وتوزيع الحصص وغيرها من أجل أنهم ينطلقوا في العمل على التشريعات اللي تهم الجانب الاقتصادي، خاطر مهم ومهم جدا، كما زاد كيف كيف ما برشا جوانب أخرين اجتماعية وغيرها. وبالتالي البرلمان أمام مسؤولية جسيمة وجسيمة جدا.